التحليلية من الميادين. مناورات للاحتلال تحاكي حربا على أربع جبهات أي أهداف وسط تحذيرات من فقدانه استراتيجية الردع. مناورة استثنائية في توقيت حساس، هل تعد لإسرائيل ما فقدته على مستوى الردع؟ الجيش اللبناني يحرر مواطنا سعوديا اختطفته عصابات، لماذا اتهم حزب الله وأي استثمار سياسي لذلك؟ هل يحد تبيان الحقيقة من أحكام الاتهامات التحريضية المسبقة؟ بكين ترفض مباحثات عسكرية مع واشنطن وتطالبها بتهيئة الظروف الملائمة، هل أغلق الأفق أمام الحوار؟ لماذا تلجأ واشنطن إلى وسائل الإعلام لإبراز ما تراه صحيحا من وجهة نظرها في المسائل الخلافية؟ في وثيقة اليوم، ركود في ألمانيا أكبر اقتصادات أوروبا، ما تداعياته على القارة العجوز؟ كيف فقدت برلين إمكانات النمو بعد ربعين متتاليين من الانكماش؟ وما تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة في الإنفاق والاستثمار؟ في قضية اليوم، تراجع مستمر في أجندة واشنطن الخاصة بالمنطقة على الرغم من محاولاتها رسم معالمها. حروب ومغامرات آلت في معظمها إلى الفشل أو الهزيمة، فهل خسرت الولايات المتحدة الشرق الأوسط؟ جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ مناورة أركانية تحاكي قتالا على جبهات متعددة، قبل ذلك تحذير محللين من قدرات حزب الله العسكرية وفقدان إسرائيل استراتيجية الردع إزاءه. إعلان الجيش الإسرائيلي بدء مناورة بعنوان القبضة الساحقة تحاكي قتالا متعدد الجبهات، ولا سيما على الجبهة الشمالية برا وبحرا وجوا وعبر سبيكتروم والفضاء الإلكتروني، قابله ظهور مخاوف وصدور مزيد من التعليقات في إسرائيل بشأن خطر مواجهة حزب الله التي تدحض محاولة مسؤولين إسرائيليين التشكيك في قدرة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على فهم الواقع الإسرائيلي بدقة. نصر الله يخطب ويشعر جيدا بما يدور في الإعلام الإسرائيلي وما هو اتجاه الرأي العام، هو يفهم حقا ما يحدث هنا ويقرأ كل تغريدة وكل تقرير، ونحن نرى جرأة أكثر من قبله أخيرا، ولا يمكن التغاضي عن ذلك لأن نصر الله لا يتكلم فحسب بل ينفذ أيضا. أنا أقول لرئيس حكومة العدو. وفي مقابل الإقرار بجرأة نصر الله وعزمه على تنفيذ تهديداته، توقف معلقون عند فشل نتنياهو. عندما يسألونني عن أكبر فشل ذريع لنتنياهو، فهو حقيقة ولادة وحش اسمه حزب الله ووصوله إلى أبعاده مع 30 إلى 40 ألف صاروخ. ما الفرق بالنسبة إلي؟ وفي أي مرحلة علي توضيب أمتعتي عند وجود 80 ألف أو 90 ألف صاروخ؟ فأنا عندما أسمع 30 ألف صاروخ أتصبب عرقا. خطر مواجهة حزب الله نابع في رأي خبراء ليس من قدرته العسكرية وحسب، بل من عدم قدرة إسرائيل على تحقيق استراتيجية ردع فعالة إزاءه. لقد حققنا كثيرا من النجاحات التكتيكية على مر السنين، لكن في نهاية اللعبة هناك فشل استراتيجي ذريع، لأنه مع كل الهجمات على التسليح الدقيق وعلى القوافل في سوريا، فإن حزب الله في وضع أفضل بكثير اليوم. مفوضو شكاوى الجنود السابق اللواء إسحاق بريك قال إن تهديدات المسؤولين الإسرائيليين الأخيرة تعكس واقعاً تبدو فيه إسرائيل في مأزق رهيب أكثر من حزب الله، فهي لم تبني وفقاً له قدرات للتعامل مع حرب إقليمية ستترك إسرائيل كلها مشتعلة حيث لا مكان آمناً للهروب إليه. أفتتح النقاش في هذا العنوان مع محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية شارل أبي نادر. مرحبا بك سيادة العميد. يعني هذه الجبهات التي تغطيها هذه المناورة القبضة الساحقة، لو نستطلعها أكثر منك، والسؤال أيضا يكمن حول إمكانية أن تطال بأبعادها لهذه المناورة النقاط والأحداثيات والمواقع والأهداف التي لامستها وحاكتها.
مساء الخير. مرحبا. يعني نتكلم في القبضة الساحقة، هذه المناورة الإسرائيلية الاستثنائية، عن تغطيتها لمروحة واسعة أو دائرة كاملة من الأخطار جغرافيا وتكتيا التي تحيط بها، خاصة بهذه الفترة الاستثنائية التي تعيشها إسرائيل. نتكلم عن جبهات الشمالية باتجاه سوريا وباتجاه لبنان يعني كاملة، نتكلم عن الجبهة الداخلية غزة الجنوبية، ونتكلم طبعا عن جبهة داخلية متحركة وجد حساسة هي جبهة الضفة الغربية ومن اتجاه العمليات، بالإضافة طبعا للقدس. كل هذه المناطق التي تغطيها إسرائيل في هذه المناورة في كل الأسلحة، في الجو والبحر والبر، وكأنها في استنفار كامل. يعني لا يمكن لجيش الكيان أن يكون في مهمة أوسع من هذه المهمة التي تغطيها المناورة اليوم. هذه المناورة طبعا هي كانت محددة بشكل روتيني استنادا للتدريبات السنوية، ولكن حساسية وتوقيت الموضوع تدفعنا محمد، أو تدفع ربما جميع الأطراف في محور المقاومة وفي غير وفي المنطقة، لأن يكونوا حذرين، لأن اليوم إسرائيل تعيش وضع جد حرج وجد حساس. المناورة تمتد لأسبوعين، أسبوعين هي كافية لأن تذهب إسرائيل باتجاه عمل معين. هذا العمل المعين ليس بالضرورة أن تكون هذه المناورة أو كل هذه الجبهات الواسعة التي تغطيها سوف تفتح بها جبهة أو جبهاتها، ولكن من المنطقي أو من المحتمل أن يكون هناك عملية نوعية لإسرائيل بعيدة في إيران مثلا، أو في مناطق قريبة داخل غزة أو في الشمال وهذه العمليات هي سوف يكون هناك ردة فعل من محور المقاومة على أساس ترابط الساحات. انطلاقا من هذا الموضوع، هذه المناورة تستطيع أن تواجه بقدراتها وبمروحتها الواسعة أي ردة فعل من كافة الاتجاهات. مراسل ميادين محمد كريم، بعد الترحيب بك تناقشنا نتناقش معك أيضا في هذا العنوان، وأسألك يعني أي تبعات أمريكية من جراء هذه المناورة؟ محمد تحية لك وللزملاء. بداية يعني الموقف الأمريكي يحمل دائما بعدين، بعد استراتيجي وآخر تكتيكي. فيما يتعلق بالبعد الاستراتيجي، فإن الولايات المتحدة هي شريكة في كل تحرك عسكري تقوم به إسرائيل، من أصغر مناورة لربما وصولا إلى حتى الحرب المحدودة أو ما هو أبعد من ذلك. أما فيما يتعلق بمسألة البعد التكتيكي، فهنالك وفد رفيع المستوى من إسرائيل يزور واشنطن للقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، وكذلك عدد من المسؤولين الأمريكيين، يهدف إلى دراسة تكتيكات أو دراسة تكتيكية لخيار لربما خيار الحرب ضد إيران، وهذا أحد العناوين التي يحملها هذا الوفد في واشنطن. الأمر الآخر، فإن الولايات المتحدة وتحديدا المؤسسة العسكرية راقبت بدقة المناورات الأخيرة التي أجراها حزب الله وتابعت كل تفاصيلها، وعلى ما يبدو أن لديها هنالك دروس مستفادة من هذه المناورات. هنا السؤال سيادة العميد بنادر، يعني هل في طيات هذه المناورة رد مبطن على مناورة العبور لحزب الله مؤخرا، وهل يمكن أن تعالج الثغرات التي تعاني منها جبهات إسرائيل من جراء تثبيت معادلة وحدة الساحات لدى محور المقاومة؟ ربما كان محمد اختيار حزب الله لهذا التوقيت الحساس مباشرة أو بالتواكب مع عملية سعر الأحرار، والتي كانت إسرائيل أو خرجت منها إسرائيل مهزومة، استنادا لأنها فرض عليها شروط معينة في هذه المواجهة الأخيرة ضد فصيل أساسي الجهاد في غزة. جاءت مناورة حزب الله لتؤكد ما كان دائما يهدد به أو يقوله عن الدخول إلى الجليل. ويبدو أن الوحدات الإسرائيلية أو يعني القيادة الإسرائيلية هي استنتجت انطلاقا من التكتيكات أو انطلاقا من الرسائل في الشكل وفي المضمون التي بعث بها حزب الله في مناورته عن طريقة الدخول، عن إمكانيات الدخول وعن الالتزام والقرار بالدخول. ربما هذا الموضوع رأته من ناحية جدية، وهي التي كانت دائما تعتبره أنه هو قد يكون الأخطر، لأنه سوف يشكل ضربة معنوية وضربة عسكرية. انطلاقا من هذا الموضوع جاءت المناورة أنا بتقديري من الناحية المعنوية لكي تقول للداخل الإسرائيلي أن هناك جهوزية كاملة للرد على هذه المناورات أو الإمكانيات لحزب الله، والتي أنا بتقديري علمت القيادة الإسرائيلية الخوف الداخلي لدى المستوطنين ولدى جميع الإسرائيليين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا،
لم يعد في المرحلة الأخيرة وخاصة بعد سيف القدس وجاءت عملية سعر الأحرار لتثبت هذا الموضوع ومناورة حزب الله أيضا، لم يعد هناك أي مواجهة بين محور المقاومة أو بين أي طرف من أطراف محور المقاومة وإسرائيل إلا وسوف يكون هناك مشاركة لكامل الساحات وكامل المحاور. انطلاقا من هذا الموضوع من الطبيعي أن تذهب إسرائيل باتجاه مناورة تحاكي الرد على كل الساحات في وقت واحد، وهي التي أصبحت معضلة أساسية نقلت استراتيجيتها من استفراد في السابق من استفراد في محور معين أو في جهة معينة إلى مواجهة كل المحور. أعلن الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشار المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما جرى توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف. وبحسب المصادر أفادت بأن المسؤول عن عملية الخطف هو مطلوب بجرائم عديدة للسلطات الأمنية، وأن الهدف من عملية الخطف هو الحصول على فدية مالية، ما ينفي ما تم تداوله عن وجود دوافع سياسية خلف تنفيذ العمل. لم تمضي ساعات على خطف المواطن السعودي مشاري المطيري ليطل قائد الجيش ويعلن تحريره من استخبارات الجيش اللبناني. عملية الخطف التي تمت فجر يوم الأحد ظهرت أولى خيوطها مع إعلان عائلة المطيري فقدان الاتصال به، ليتبين الاستخبارات أن 5 ملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي هم الخاطفون. وقد كشف مصدر أمني للميادين أن العملية تمت خارج بيروت وضاحيتها بعكس ما أشيع. الخاطفون اتجهوا إلى محافظة البقاع وقاموا بإبدال السيارة التي يستقلونها في إحدى النقاط على طريق بيروت دمشق، وسلكوا طريق ظهر البيدر ليصلوا إلى بلدة القصر الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا. محاولات الخاطفين استخدام بطاقة المخطوف المصرفية لسحب أموال أسهمت في تضييق دوائر البحث لمديرية المخابرات التي رصدت مجموعة من المشتبه فيهم. كان قد حصل تواصل بينهم وبين الخاطفين لتبدأ بعدها عملية مداهمتهم وتوقيفهم ليل الاثنين. التحقيقات معهم كشفت شراكتهم مع الخاطفين والرأس المدبر للمجموعة، وهو مطلوب بعدة جرائم خطف مقابل فدية. بدأ الجيش عمليات المداهمة في حي الشراوني في البقاع مسقط رأس المنفذين للضغط عليهم، لتتجه بحسب المصادر الأمنية قوة خاصة عند 9 من صباح الثلاثاء إلى بلدة القصر لتحرير المخطوف. وقد كشف المصدر للميادين عن توقيف 7 أشخاص حتى الآن، بينهم 3 من الخاطفين، فيما الأربعة الآخرون هم من الشركاء الذين أمنوا السيارات والاتصالات. وتستمر مداهمات الجيش في حي الشراوني الذي شهد إطلاق النار على مراكز عسكرية ومنازل عسكريين. هي خطوة تحسب للجيش اللبناني وقائده، منعت محاولة الاستثمار السياسي في ظل تلميحات إلى مسؤولية جهات حزبية عن عملية الخطف، قبل أن تتبدى الحقيقة سريعا وتظهر أنها جريمة خطف جنائية. حسان الرفاعي، بيروت، الميادين. محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين، مرحبا بك. يعني لماذا أشير بأصابع الاتهام إلى الضحية الجنوبية وعن الأسباب أيضا؟ يعني قد تكون الحجة السريعة هي أنه العصابة استخدمت من هاتف المخطوف للتمويه من ضمن المناطق الضاحية الجنوبية، لكن هذا الأمر ليس ذي بال. الموضوع مطروح مسبقا. عادة عندما يراد يعني لمحللين، نحن نتحدث عن صحف لها مسؤولية يعني، ونتحدث عن نواب، مفترض الحد الأدنى أن يستندوا إلى معطيات حقيقية أو إلى مصادر، لكن عندما يكون المرء مجهز سلفا، راس برمج على أن يرى ما يريد أن يرى، فهو يذهب إلى الاستنتاج قبل التمحص بالمعطيات وقبل أن يعرف أي شيء عن المعطيات. في مسألة يعني الحد الأدنى من احترام الذات للمسؤولين أو لبعض المسؤولين الذين يلقون جزافا بالاتهامات، بعض الحد الأدنى من احترام الذات هو أن يعرف
معرفة على الأقل تقريبية ما يمكن أن يقوم به حزب الله وما لا يمكن أن يقوم، وهذا يتطلب يعني حدا من الذكاء، حدا من المسؤولية، حدا من الانتباه. لكن نرى جزافا وفي مناسبات عديدة أن الحكم مطروح سابقا وله من يتلقفه، ولحسن الحظ أن النتيجة ظهرت سريعا لكي تكشف يعني سخف وتفاهت هذه الاتهامات. وهنا لا نقصد فقط في هذه الحادثة، بل في مجمل الحوادث التي تكون فيها التهمة جاهزة ومعدة مسبقا. يعني هنا سيادة العميد شارل أبي نادر، كيف يبني خصوم حزب الله مناورة استهدافه أيضا بهذه الاتهامات بالاستثمار في هذه الجرائم والحوادث التي تحصل على مجمل الأراضي اللبنانية في معظم المحافظات من الشمال إلى البقاع إلى الجنوب فالوسط وجبل لبنان؟ يعني هذه ليست حالة باستثنائية في لبنان. نعم، يعني هناك المروحة واسعة من العمليات الخطف، من عمليات السرقة، من تهريب المخدرات. كل هذه النقاط هي يتبين دائما أنها لأسباب تتعلق بعصابات هدفها فقط السرقة، وعصابات يعني الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي المتردي هو المسؤول عنها. خصوم حزب الله في لبنان ومن خارج لبنان دائما يستعملون مناورة باتجاهنا محمد. الاتجاه الأول هو محاولة إدخاله أو توريطه أو اتهامه بأي حادثة معينة لها طابع أمني أو لها طابع جنائي. إذا كانت هذه الحادثة من فبركة هؤلاء أو لهم تأثير مباشر على خلق هذه الحادثة، أو حتى إذا لم يكن لديهم أي ارتباط بهذا الموضوع، هم يعملون على في الإعلام وفي السياسة ومن خلال خصوم داخليين وأقليمي ويعني موجودين في لبنان جاهزين دائما لاتهام حزب الله حتى قبل أن تمضي يعني الفترة المنطقية والتي هي بحاجة لبناء أي اتهام معين. انطلاقا من هذا الموضوع نلاحظ هذه المناورة بشكل دائم. المناورة الأخرى، الاتجاه الآخر، الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي المتردي في لبنان، والذي هو أيضا يؤسس لهذه العمليات السرقة والنهب والخطف بأسباب فدية وطلب فدية، هو من يعني نتيجة تأثير هؤلاء الخصوم الإقليميين والخارجيين، والذين يضغطون أساسا باتجاه الانهيار الاقتصادي، لأنهم سوف يحاولون استثمار هذا الموضوع على أساس أن حزب الله هو الجهة قوية في لبنان، جهة لها نفوذها، ويحاولون دائما أن يربطوا هذا الموضوع بمسؤولية حزب الله عنها. طب قاسم، يعني أي دلالة اليوم يمكن أن نسقيها من جراء هذه الأحكام المعلبة الجاهزة إذن؟ يعني أعتقد أن مثل هذه الاتهامات يعني تجاوزها حزب الله ولم تكن تؤثر يعني بشكل ملموس، خاصة أن الاتهامات يعني مجمل الاتهامات تتضح سرعان ما تتضح أنها ملفقة وأن الغاية منها تحريضية والذهاب إلى فتنة أو إلى آخره. الخطورة بالموضوع وخاصة بالنسبة للمسؤولين الذين يتهمون جزافا أنهم لا يدركون، ليسوا مهتمين بمعرفة ما يجري في أرض الواقع، يعني بلد يعني تعم فيه الفوضى ويعج فيه الفلتان الأمني وهم على غير بينة. والحقيقة أن يعني ما وصلت إليه وما تصل إليه الأجهزة الأمنية، مختلف الأجهزة الأمنية يعني في هذه الحادثة أو في حوادث أخرى، هو أشبه بمعجزة. لا يمكن يعني بلد أن يعيش كل هذه الفوضى وكل هذه الخروقات وكل هذه الانهيارات والاكتفاء بالتعويل على معالجة أمنية لضبط الأمن. يعني المسألة تنم على يعني لا أريد يعني أن أستعمل كلمات غير دبلوماسية، لكن أبسط ما يكون أنها تنم على عدم تحمل المسؤولية ولو بالحد الأدنى، وأقول أكثر من ذلك عدم احترام الذات. هم جاهزون لكي يدلوا بتصريحات وكأن شيئا لم يكن، ويكفي أن يطلقوا هذه التصريحات وكأنهم يعني غير معنيين بالأزمات السياسية وغير معنيين بحلها. الآن إلى فقرة وثيقة اليوم.
في فقرة وثيقة اليوم، تقرير نشره موقع فيرست بوست الإخباري الهندي يشير إلى دخول ألمانيا رسميا في حالة ركود اقتصادي بعد ربعين متتاليين من الانكماش، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 0.5% في الربع الأخير من العام الماضي. وراء هذا الانخفاض كان هناك تراجع في الانفاق الحكومي بشكل ملحوظ بنسبة 4.9% على أساس ربع سنوي، وانخفاض في انفاق الأسر بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي بعد تعديلات الأسعار. في السياق، يشير وزير المال الألماني إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت إشارات سلبية بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن برلين تفقد إمكانات النمو من خلال مقارنة ألمانيا بالاقتصادات الأخرى عالية التطور. وبالاختلاف مع ذلك التوجه، زاد الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد ضعفه في النصف الثاني من 2022، كما جاءت التجارة بمساهمات إيجابية أيضا. بررت بكين رفضها إجراء لقاء بين وزير الدفاع الصيني ونظيره الأمريكي بعدم احترام سيادة الصين على تايوان، وطالبتها بتهيئة الظروف الملائمة. في المقابل، أعربت واشنطن عن قلقها من الرفض. فهل أغلق الأفق أمام الحوار بين الدولتين؟ تكرر الطلب أمريكياً، وبالمثل تكرر الرفض صينيا، آخرها كان في شهر أيار مايو، حيث الدفاع الأمريكية تسعى إلى لقاء بين الوزير لويد أوستن ونظيره لي شانغ فو، لكن بكين لا ترى داعيا للقاء سنغافورة المقترح. وفي بيان الخارجية الصينية توضيح لخلفيات الرفض الأخير، تقول الخارجية إن واشنطن عليها احترام سيادة الصين، وفي ذلك إشارة إلى التدخل الأمريكي في جزيرة تايوان، فهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية في عقيدة الصينيين. وتدعو بكين في البيان ذاته الأمريكيين إلى تهيئة الظروف الملائمة للتواصل بين وزيري الدفاع الصيني والأمريكي. ينطوي ذلك ربما على إشارة إلى العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على مسؤولين الصينيين، وبينهم وزير الدفاع ذاته، فشانغ فو مشمول بتلك العقوبات قبل تعيينه في منصبه الحالي. كان ذلك في عام 2018، والسبب المعلن شراؤه أسلحة روسية، لكن البنتاغون يؤكد أن هذا الأمر لا يحول دون تعاطي أوستن رسمياً مع وزير الدفاع الصيني. الرفض الصيني أعلن تبليغه للولايات المتحدة المتحدث باسم وزارتها للدفاع الجنرال بات رايدر، معبرا عن قلق أمريكي من عدم وجود رغبة لدى الصين في الانخراط في محادثات عسكرية يصفها بالهادفة. إلا أن واشنطن تبقي الأمل قائما باستبعاد المتحدث إضعاف هذا الرفض التزام البنتاغون بالسعي لفتح خطوط التواصل مع الجيش الصيني. وكان الوزير أوستن قد التقى وزير الدفاع الصيني السابق العام الماضي في كمبوديا، لكن التوترات بين واشنطن وبكين تصاعدت هذا العام على خلفية ملفات عديدة بينها تايوان، واتهام الولايات المتحدة الصين بإطلاق منطاد للتجسس فوق أراضيها أسقطته مقاتلة أمريكية بعدما حلق في الأجواء الأمريكية. محمد كريم، يعني لماذا تلجأ الولايات المتحدة إلى لعبة وسائل الإعلام في كل مرة تريد إبراز أو دعم وجهة نظرها في المسائل الخلافية؟ طبعا المؤسسة أو الاستراتيجية الرسمية الأمريكية بشكل عام يعتبر الإعلام هو الذراع الأساسي لها، وهذا الذراع هو مسيطر عليه بشكل مطلق، ما تحاول من خلاله تصوير التصوير السردية الرسمية وجعلها هي الأساس، في حين لا يتاح للطرف الآخر إلا في يكون في خانة ردود الفعل. وبالتالي فيما يتعلق بالصراع مع الصين، استطاعت الولايات المتحدة تصوير هذه المسألة وهذا الصراع إعلاميا بالتحذير مما وصفته بتمدد النفوذ الصيني، بما يشكل خطرا ليس فقط على الولايات المتحدة بل حتى على السلم العالمي. هذا ما تم تصويره إعلاميا. أما على الطرف الآخر أيضا، فهنالك مسألة تتعلق بالرأي العام الداخلي هنا في الولايات المتحدة، وبالتالي تحاول الولايات المتحدة اليوم تهيئة الرأي العام من أن
الاستراتيجية الأمريكية المتعلقة بالصين هي لا تتعلق فقط بالأخبار النمطية في تغطية الحرب في أوكرانيا، بل أن الولايات المتحدة هي قادرة على مواجهة كل من الصين وروسيا بشكل متتالي. وهذا الأمر أثار بالفعل تساؤلات هنا في الداخل الأمريكي، خصوصا أن هذه المسألة محمد هي لأكثر من سنتين والصين لا ترد على تواصل الولايات المتحدة أو مطالبتها بالتواصل مع الولايات المتحدة. فلماذا أثير هذا الموضوع؟ أثير الآن إعلاميا بهدف إحراج الصين بالدرجة الأسفل. قاسم، تشاركنا نقاش في هذا العنوان وأسألك فيه، ما الذي تطلبه الصين من الولايات المتحدة لإجراء حوار معها وما هي المآخذ عليها؟ يعني حددت الصين على لسان وزارة الخارجية السيادة. ماذا تعني السيادة؟ منذ 2008 قطعت الصين المحادثات العسكرية ردا على بيع تايوان أسلحة بحوالي 5.6 مليارات دولار. كانت الصين تراهن على أن أمريكا ستمضي وفق تعهداتها بالاعتراف بأن تايوان جزء من الصين، وهذا متفق عليه منذ كيسنجر. لكن المراهنة اليوم طلب المحادثات العسكرية هي محادثات لذر الرماد في العيون. لا تريد الولايات المتحدة أن تتحادث بطرفين نديين متكافئين لهم حقوق وواجبات. هي تريد، كما يعني أورد التقرير وذكر الزميل محمد، أن تتهم الصين بالتمدد في المحيط الهادئ. لكن الولايات المتحدة تتمدد، ومع ذلك هي تعتبر أنها ضمن الشرعية الدولية. الصين هي التي تخرق الشرعية الدولية، تفرض عقوبات على وزير الدفاع ويقول البنتاغون لا بأس، فممكن أن نتحادث. يعني بنهاية المطاف المثل العربي يقول كيفما يريد الفاخوري يركب أذن الجرة. يعني محمد، هل هناك مستجدات في مسألة تايوان لحملة الصين في هذا التصرف؟ ولماذا تبادر واشنطن إذن إلى التواصل مع بكين بهذه الصورة؟ يعني بداية فلنحدد أبرز المستجدات فيما يتعلق برؤية واشنطن إلى الصين. محمد، الولايات المتحدة اليوم تدرك أن هنالك نجاحا صينيا إنجاز القول في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، نجاحا صينيا أيضا في عديد من الدول الأفريقية، وبالتالي الولايات المتحدة اليوم تقر بأنها خسرت العديد من حلفائها وخسرت ما كانت تعتبره أيضا حديقة خلفية لها. وبالتالي في هذه المسألة ما الذي تحاول القيام به اليوم الولايات المتحدة؟ تحاول فرض مبادرة عسكرية على الصين تجاه تايوان، لتقوم بعد ذلك الولايات المتحدة برد فعل فيما يتعلق بهذه المسألة. وما إلحاح واشنطن بطبيعة الحال إلا في مسألة التواصل وتكرار مطالباتها بالتواصل مع الصين إلا هو تعبير عن قلق الولايات المتحدة من قيام دولة منافسة بفرض سيادتها سياسيا وأيضا عسكريا بمنأى عن الولايات المتحدة أو بقطع النظر عن الولايات المتحدة والموقف من الولايات المتحدة، وهذا ما لا تريده بطبيعة الحال واشنطن. ومن هنا تحاول إحراج بكين إعلاميا من خلال طرح هذه المسألة التي مضى عليها أكثر من سنتين. محمد كريم وقاسم عز الدين وشارل أبي نادر، شكرا جزيلا لكم، حللنا سوية العناوين الثلاثة في هذه الجزئية الأولى من التحليلية. نحن بدورنا مشاهدينا الكرام فاصل قصير نحلل بعده قضية اليوم. من جديد أهلا بكم. حين أعلنت الصين في أذار 2023 دور الوساطة الذي أدته لإعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، اتضحت سرعة تراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط، تراجع مهدت له هزائم استراتيجية واشنطن وفشلها المتواصل في معظم المعارك والحروب التي شنتها من أفغانستان إلى العراق وسوريا وليبيا ولبنان، معطوفة على سوء إدارة دبلوماسية وأخطاء يستنتج العضو السابق في مجلس الأمن القومي ستيفن سايمون ارتباطها بمسار الانهيار الأمريكي ومستوى قياسي من مظاهر الموت والدمار.
يعكس قول العميد جيسي مورهاوس نائب مدير الاستراتيجية والخطط والسياسة في قيادة الفضاء الأمريكية إن بلاده مستعدة للقتال الليلة في الفضاء إذا اضطرت إلى ذلك حقيقة أيديولوجيا الحرب القابعة في العقل الأمريكي منذ تأسيس أمريكا، عقلية حكمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة شركة مصانع السلاح والمال التي لا تكتفي بشن الحروب أو التسبب بالصراعات الدموية، مع أن غالبية معاركها واعتداءاتها آلت إلى الفشل والهزيمة ولا تكترث للتغيرات الجيوسياسية العاصفة التي نقلت واشنطن من دور المهيمن والمتسلط إلى موقع متراجع غير مؤثر في التوازنات الجديدة. من الانسحاب من أفغانستان والفشل في العراق وسوريا وإيران ولبنان لم يتبقى كثير من الأجندة الأمريكية الطموحة المرتبطة بهذه المنطقة، ولا سيما مشروعها لإحكام قبضتها عبر اتفاقيات أبراهام التي تواجه تهديدا جادا بوصول أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في تاريخ إسرائيل إلى السلطة. تحت عنوان الوهم الكبير صعود وسقوط الطموح الأمريكي في الشرق الأوسط، يستنتج العضو السابق في مجلس الأمن القومي الخبير المخضرم بشؤون الشرق الأوسط ستيفن سايمون أن مسار هذا الانهيار الأمريكي بدءا من الثورة الإيرانية عام 79 وصولا إلى عودة نتنياهو مملوء بالأخطاء الصادمة بمستوى قياسي من مظاهر الموت والدمار. استنتاجات قد تكون صحيحة لكنها ليست كافية، فالمسألة تتعلق بقدرة واشنطن على التعلم من تلك الإخفاقات الكارثية لتصميم مقاربة بناءة في حقبة تراجع النفوذ الأمريكي، هو تراجع قاربته صحيفة نيوزويك الأمريكية في مطلع الشهر الجاري بالقول إن القرن الذي شهد سيطرة الولايات المتحدة بدأ بالتلاشي من منطقة الشرق الأوسط. محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام، مرحبا بك. ابتدأ النقاش في هذه القضية معك، يعني لا شك أن التقهقر الأمريكي واضح المعالم والملامح في المنطقة، لكن السؤال يشمل اليوم، هل هذا التقهقر من شأنه أن يؤثر سلبا على مصير كيان إسرائيلي مؤقت ومظلومية قضية فلسطين؟ تحياتي محمد والزملاء والمشاهدين. هذا سؤال من أخطر الأسئلة، ربما لا يتفق عليه المحللون، لكن على ما أذكر رئيس الموساد إفرايم هاليفي يقول في مذكراته شيء خطير جدا، يقول في حرب 73، يعني حرب متعددة الجبهات، جلست مع القادة الأمريكيين وكنت أشرح لهم ضرورة مساعدة إسرائيل، لكن بدأوا بالتحقيق معي، وحينها سألتهم ألستم مع إسرائيل مهما يكون الأمر؟ قال المسؤولون الأمريكيون ومن قال لك ذلك؟ نحن ندرس، قد نكون أخطأنا وراهنا على الطرف الأضعف، وهذا خطير جدا، هذا فلسفة كبيرة في سياسة أمريكا. إسرائيل تستثمر في أمريكا طالما في أمريكا تستثمر في إسرائيل طالما هي تقوى وتنتصر، لكن حين تتحول إلى عبء نعم يمكن أن تغيرها ويمكن أن تتركها، وبالتالي استراتيجيا إن التغيرات على الوضع الأمريكي في المنطقة والتقهقر الأمريكي في المنطقة، إذا كانت مصلحة إسرائيل أن تقف مع العرب ضد إسرائيل ستفعل ذلك، ومن راهن بأن إسرائيل فكرة مطلقة وأبدية فهو مخطئ ولم يدرس التاريخ الأمريكي جيدا. موسى عاصي مرحبا بك، يعني هل فقدت الولايات المتحدة فعليا الشرق الأوسط؟ هل لدينا من إشارات في هذا الاتجاه؟ يعني لا يمكن الحديث عن فقدان الشرق الأوسط، ربما هذا الأمر مبالغ فيه قليلا، ولكن يمكن الحديث عن تراجع كبير للتأثير الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. الانسحاب من أفغانستان كان إشارة واضحة على تراجع هذا الدور، ولكن يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستغل هذا الانسحاب من أجل زعزعة المنطقة، ولا سيما مع إيران من خلال رفع مستوى التوتر ربما بين أفغانستان وإيران. ولكن على المستوى العربي، الشرق الأوسط العربي، يمكن لا يمكن الحديث عن تراجع، أو عندما نريد الحديث عن الدور الأمريكي في المنطقة العربية، فهذا الأمر يجب أن يقاس بمستوى العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، هذا الأمر لا مفر منه. اليوم هذه العلاقة تمر بمرحلة من التوتر وربما تراجع كبير للدور الأمريكي في السعودية، وهذا يعود لسببين. السبب الأول ربما نضعه في خانة العلاقات الشخصية أو الرؤية الشخصية لمحمد بن سلمان الذي لم يتفق مع جو بايدن، بعكس ما
كان الوضع عليه خلال حكم دونالد ترامب. ربما في حال تم تغيير الرئاسة وعاد دونالد ترامب للرئاسة يتغير الوضع ويكون محمد بن سلمان صديقا للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن طبعا هناك يعني أسباب أخرى قد لا تعيد هذه العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلا السابق عادية، وهذا يتعلق أيضا بالمصالح السعودية. السعودية اليوم لم تعد رهينة المشيئة الأمريكية بل تبحث عن المصالح، والمصالح السعودية اليوم موجودة في البريكس مع الصين، العلاقات التجارية والاقتصادية. وعلى هذا الأساس حتى لو عاد ترامب لا يمكن للسعودية أن تكون كما كانت عليه في السابق. لذلك يمكن الحديث عن تراجع كبير للتأثير الأمريكي في الشرق الأوسط وليس فقدان أمريكا للشرق الأوسط. قطيبة صالح أرحب بك، ويعني ربطا بما تفضل به موسى، إذا ما أردنا الحديث عن الأسباب المباشرة أو فيها نتحدث، هل تعزى ذلك إلى رؤية الولايات المتحدة في المنطقة ودورها وأدائها، وما الذي يقال في هذا السياق تحديدا؟ نعم، كل التحية محمد لك وللزملاء وللسادة المشاهدين. بطبيعة الحال يمكن الحديث عن العديد من العناصر، العديد من الأسباب لهذا التراجع أو هذه الخسارة بشكل من الأشكال، ولكن الثابت أن النفوذ الأمريكي، الهيمنة الأمريكية في مسار انحداري سيصل إلى نقطة لربما تكون نقطة صفر إذا لم يتم تحول كبير إلى حد ما على الساحة الدولية. دعنا محمد نلقي نظرة على النظرة من واشنطن. في الحقيقة أريد أن أسرد لك فقط ما تحدث به مارك لينش، أحد أبرز أساتذة القانون أو أساتذة العلوم السياسية في الولايات المتحدة، وهو بالمناسبة ممن تم كتم صوتهم ابتداء من بدء الحرب في أوكرانيا نتيجة مواقفه، مثلهم مثل نعيم تشومسكي وغيرهم. هو يتحدث بالمناسبة على أن الولايات المتحدة، أو يتحدث عن هذه الفقدان أو الخسارة، أن الولايات المتحدة تصر على النظر إلى الشرق الأوسط من خلال خريطة قديمة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بينما استمر الوضع في التغير. وبالتالي من وجهة النظر في واشنطن الولايات المتحدة لم تكن مدركة للتحولات العالمية ولا التحولات المنطقة، وبقيت تتعامل وتنظر إلى المنطقة بمنطق العقل الباردة وبمنطق فرض الهيمنة الذي تجيده جيدا. هذا يؤدي إلى الحديث على أن الفشل وليس فقط الهزيمة أو الفقدان، ويؤدي بنا أيضا إلى الحديث عن التفريق بين خسارة الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة بمعنى الفقدان، وإن كان هذا الموضوع نسبي كما ذكر الزميل موسى، وإلى التفريق أيضا بينه وبين خسارة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. بطبيعة الحال هي تفقد حلفائها، على الأقل من منطق تفقد الطريقة التقليدية التي تتعامل بها مع حلفائها أو تهيمن عليها بها، ولكنها أيضا خسرت بشكل من الأشكال في الشرق الأوسط بمعنى أنها انهزمت. وبالتالي هناك كان من هو يقاوم مشاريع واستراتيجيات الولايات المتحدة في هذه المنطقة ليس فقط خلال العشرية الماضية وإنما خلال العقود الماضية، وبالتالي هي خسارة أو فقدان مركب بالنسبة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. طب ناصر، يعني العنجهية الأمريكية لا تسعفها في بسط سيطرتها في ظل مستجدات كبيرة على هندسة ورسم المنطقة راهنا، وفي طبيعة الحال قضية العرب الأولى، كيف يفهم ذلك؟ يجب أن نعرف بأن هذا الإحباط، هذا التذلل، هذه الاستباحة التي حلت بالعالم العربي كانت متجلية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بعد 1990. في 30 سنة الماضية لم يكن هناك منافس للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم أكثر من منافس، يعني نقفز ونصل إلى النتيجة. اليوم دول إقليمية وعالمية تطرح بدائل عن أمريكا والأفكار الأمريكية والثقافة الأمريكية التي أشبع فيها العالم إشباعا كاملا، لم تعد الشعوب ترغب بأن تصبح مثل أمريكا. هناك الصين وهناك روسيا، إقليميا هناك إيران وهناك تركيا، وبالتالي البدائل كثيرة ويمكن للشعوب أن تعيش خارج الهيمنة الأمريكية. وجود البدائل فاجأ الأمريكيين، هم استراحوا واسترخوا لأن الأمر مصيري وحتمي وأن العالم سيبقى تابع لهم بنظرية المركز والمحيط. اليوم الدول العربية مخيرة، وبصراحة ما فعلته السعودية كان صدمة كبيرة جدا حين جاء بايدن، وحتى لم يصافح محمد بن سلمان في الحرب على روسيا. كانوا يتوقعون بأن العرب سيهاجمون روسيا، حتى إسرائيل ترددت في مهاجمة روسيا، كانت صدمة أمريكا كبيرة. ومع الانتخابات القادمة إذا ما رشح نفسه ترامب وبايدن سيكون وضع أمريكا أسوأ، وينشروا غسيلهم الوسخ حتى تملأ الأوساخ ثقافتهم في كل العالم. يعني موسى، مع تراجع تأثير الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، نسألك عن تأثير هذا التراجع على الموقف الأوروبي، على الانطباع الأوروبي من العلاقة مع الولايات المتحدة وما يحصل معها.
يعني الدور الأوروبي يمكن تسجيل أيضا تراجع لتأثير الأوروبيين في منطقة الشرق الأوسط، ولطالما كان هذا ومنذ عقود ملتزما أو مرتبطا إلى حد بعيد بالدور الأمريكي في المنطقة، ويمكن تسجيل بعض الإشارات لتراجع الدول الأوروبي في المنطقة كالزيارات التي قام بها أو التي قام بها بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق وأولاف شولتز المستشار الألماني بعد شهور من بداية الحرب في أوكرانيا، والطلب من دول الخليج رفع مستوى إنتاج النفط والغاز من أجل تعويض النفط الروسي، وعاد الطرفان الزعيمان من دون تحقيق أي مطلب في هذا الاتجاه. هذا طبعا يشير إلى أن ما يحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين دول المنطقة يسري أيضا على الدول الأوروبية، ولكن الأسوأ بالنسبة للدول الأوروبية ليس ما سبق، ليس العلاقة المتعلقة المرتبطة بالنفط والغاز، إنما أيضا للأوروبيين دور كبير في التجارة والاقتصاد العربي ولا سيما في دول الخليج، من بناء يعني إعادة بناء البنية التحتية والشركات الكبرى التي تعمل في هذه الدول. اليوم هذه الشركات وخصوصا مع التوجه السعودي والخليجي بشكل عام إلى دول البريكس والصين، يمكن أن تجد نفس الصفقات أو تعقد نفس الصفقات مع دول البريكس مع الصين بأسعار أقل كلفة بكثير. ونعود هنا إلى المسألة التجارية والاقتصادية والمصالح العربية أو المصالح السعودية التي باتت إلى حد ما تحكم السياسة الخارجية لهذه الدول، وبالتالي الدول الأوروبية يمكن أن تفقد مصالح تجارية مع هذه المنطقة. واستتباعا قطيبة هنا السؤال تحديدا عن منطقة الخليج وضمن السعودية والإمارات، كيف تقرأ هذه الانعطافة في العلاقة مع الولايات المتحدة لصالح توازن ما وفق رؤية كلا البلدين مع الشرق؟ بطبيعة الحال محمد، يعني عند الحديث عن علاقة الولايات المتحدة مع دول الخليج عموما وبالتحديد مع السعودية والإمارات، الأمر لا يتعلق عند تحليل هذه العلاقة لا يتعلق بكونها جيدة أو سيئة، وهي بطبيعة الحال الآن غير جيدة إلى حد كبير. الأمر يتعلق بمدى حضور وانخراط الولايات المتحدة في القرار السياسي لهذه العواصم، بمدى حضور وانخراط الولايات المتحدة في التحولات أو التباينات التي تشهدها المنطقة إلى حد كبير. إذا ما عدنا إلى عام إلى الخلف نشهد يعني قلة انحسار هذا الحضور إلى حد ما، وهو جاء بقرار سياسي من هذه العواصم إلى حد كبير. وبالتالي وصلت هذه العواصم إلى قناعة ليس أن العلاقة لم تعد مفيدة، وصلت إلى التفريق بين فكرة قدرة الولايات المتحدة ورغبة الولايات المتحدة. هي تدرك تماما هذه العواصم الآن أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة، وليس فقط لم تعد راغبة، وبالتالي شاهدنا هذا الانتقال إلى حد كبير. الزميلين تحدثا عن بعض مشاهد هذا الانتقال، دعني أقول لك لنؤكد على عمق ربما هذا الأمر. وبطبيعة الحال ستتحسن هذه العلاقة في المرحلة المقبلة، هذا ما يجمع عليه المراقبون وأيضا المسؤولون السياسيون في هذه الدول التي تتحدث عن السعودية والإمارات والولايات المتحدة، ولكن يبدو أنها لن تعود إلى طبيعة العلاقة التي كانت سائدة سابقا، وإنما إلى محاولة رسم علاقة مختلفة بطبيعة وقواعد وعناصر جديدة إلى حد ما. أتذكر هنا فقط قبل أيام أو قبل يومين ما أوردته فاينانشال تايمز أن السعودية في محادثات الآن مع بنك بريكس بنك التنمية، هذا يعني أن السعودية تشكل ثقل كبير في هذا البنك، هذا البنك الذي أسس أساسا للقضاء أو على الأقل منافسة مؤسسات برايتون وودز، مؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذه المؤسسات التي تمثل إلى حد كبير الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العالم. طب ناصر، يعني الفلسطينيون اليوم كيف يراهنون على كل من الصين وروسيا في المستقبل القريب تحديدا؟ في الحياة السياسية العامة هناك علاقة دافئة بين فلسطين والصين وروسيا، لكن أنا لا أرى أنها كافية، لا أرى أن الموقف الروسي كافي بالنسبة لفلسطين، وخصوصا بعد الهجرة الكبيرة التي مدت بعمر الكيان 100 عام، الهجرة القادمة من روسيا. والصين الآن تستثمر في إسرائيل، تشتري الشركات، اشترت أكبر شركة البنك نوفا إسرائيلية، الصين اشترت. الفلسطينيون بالواقع الحالي والواقع العربي ينتظرون أن تكون التغيرات الدولية والإقليمية لصالحهم، وهذا يهمل العامل الثاني من معترك الحياة السياسية. على إسرائيل أن تعرف بأنها ليست مستريحة، وعلى الفلسطيني أن يكون شاعر بالطمأنينة للمستقبل وليس العكس. يعني الجملة أنه المستوطنين لا يجوز أن يشعروا بالرخاء والراحة، كل هذه الراحة، والفلسطيني يشعر بكل هذا الطنك. يجب أن تنقلب الصورة ولو على صعيد سياسي دولي إعلامي، الأداء المطلوب أن يكثف وليس الاكتفاء فقط بأن تكون الأمور في صالحه، لأنه
الله يعطينا القمح والماء ونحن علينا أن نصنع. موسى، يعني هل يمكن ملاحظة المتغيرات في الطارئة في شمال منطقة الشرق الأوسط في من خلال المحادثات والنقاشات التي تدور في أروقة مجلس أو الأمم المتحدة؟ بالتأكيد، يعني بدنا نلاحظ هذا التغيير بشكل واضح خلال الجلسات التي تعقد للأمم المتحدة في جنيف، كان على مستوى مناقشة حقوق الإنسان أو على مستويات أخرى. وأستند بذلك إلى الجلسة التي حصلت قبل أسبوعين تقريبا والخاصة بالسودان، كيف وقفت كل الدول العربية والدول الأفريقية أيضا بالمناسبة، وقفت ضد مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في من أجل الانتهاكات في السودان. هذا كان إشارة واضحة على أن الكلمة الأمريكية لم تعد تسمع لدى الدول العربية. أيضا نلاحظ ذلك تماما في مناقشة الوضع السوري، نذكر طبعا الانقسامات العربية ومعظم الدول الخليجية التي كانت تقف إلى جانب الدول الغربية في اتهامات سوريا واتهامات سوريا بانتهاكات حقوق الإنسان. اليوم لم نرى هذا الأمر نهائيا. أيضا يجب أن نلاحظ مسألة ثانية إلى جانب هذا تراجع الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، يجب أن نلاحظه أيضا في الدول الأفريقية. في مناسبات عديدة وقفت الدول الأفريقية بكليتها إلى جانب الدول العربية العربية، إن كان في ملف فلسطين أو في ملف السودان. هناك نهضة بالفعل أفريقية، وهذه إشارة مهمة جدا، نهضة فكرية وطنية أفريقية مضادة للسياسة الغربية التي كانت سائدة. كما نلاحظ لدى معظم الدول العربية هذا التحول بالموقف الذي يرتكز ربما إلى المصالح ولا فقدان الثقة بالولايات المتحدة. طيب، هل من شأن تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط أن ينعكس على البصمة الأمريكية عالميا؟ هو ليس انعكاسا، هو موازي بشكل من الأشكال. دعني محمد سريعا أعطيك خمس معطيات لربما تكون كافية للإجابة على هذا السؤال. في النهاية هناك مسار تراكمي من التراجع الأمريكي، مسار من التعب والإرهاق الذي أدى إلى التراجع والانحدار الأمريكي إلى حد كبير، وهو غير مرتبط لا ببايدن ولا بترامب. هو بدأ إذا جاز التعبير في نهايات بوش الابن. يمكن القول أن مرحلة أوباما كانت إدارة الهبوط، ومن ثم جاء ترامب بالهبوط غير المنضبط، ومن ثم عاهد السقوط في عهد بايدن إلى حد كبير. دعنا نتحدث على أن عقيدة أوباما بالتحول باتجاه آسيا هي كانت أساسا تعبير عن هذا التعب والإرهاق والانحدار الأمريكي. دعنا نتحدث عن تقرير عسكري سابق قبل فترة يتحدث أن الولايات المتحدة على عكس عادتها لم تعد قادرة على خوض حربين ومعارك بينهما، هي لم تعد قادرة على خوض حرب واحدة. نتحدث أيضا عن تقرير مؤخرا بأن الجي 7 بعد قمة هيروشيما، أو يعني كان يتحدث عن الغرب بشكل عام، عليه أن يقتنع أنه لم يعد قادرا على حكم العالم. أيضا المعطى الخامس لربما نتحدث عنه هو قبل دخولنا إلى النشرة، والحديث عن أن جنوب أفريقيا أعطت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصانة الدبلوماسية بسبب القرار الذي صدر عن محكمة الجنايات الدولية بإلقاء القبض عليه. وبالتالي يمكن استخلاص أن العالم أصبح أكثر إرباكا من أن يستسلم لقيادة أمريكية للنظام الدولي. دول الجنوب، بقية العالم تبحث فعليا عن بدائل كما ذكر الزميل ناصر، بدائل على المستوى السياسي والاقتصادي وحتى الإعلامي كما شاهدنا قبل أيام. شكرا جزيلا لكم قطيب الصالح، موسى عاصي وناصر اللحام، تناقشنا سوية في قضية اليوم. نحن بدورنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه التحليلية، شكرا جزيلا للمتابعة، إلى اللقاء.